لمعرفة آخر استعدادات الزمالك للقاء النجم الساحلي والأهلي كمان لمباراة طلائع الجيش بينضم لنا هاتفيا زميلنا محمد يحيى رئيس القسم الرياضي بجريدة الوطن. برحب بيك يا محمد، أهلا بيك. أهلا بيك يا هشام، صباح الخير. صباح النور يا فندم، أهلا بيك محمد. عندي لقاءات مهمة، يعني الزمالك إفريقيا والأهلي محليا. عايز أبدأ بالزمالك وآخر الاستعدادات، خاصة إن النجم الساحلي هو فريق ليه سمعة وليه صيت في القارة الإفريقية، واللقاء ما اعتقدش انه هيكون يعني سهل على الاطلاق. عايز اعرف اللقاء ممكن يمشي ازاي، وازاي ممكن الزمالك يامن وضعيته قبل لقاء سوسه المقبل ان شاء الله. طيب، المباراه يعني اكيد صعبه جدا على نادي الزمالك، لان فريق النجم الساحلي فريق قوي فعلا على مستوى اللاعبين وعلى مستوى المدير الفني بيقوده المدرب الفرنسي المخضرم لومير، وقدر ان هو يفوز بكاس زايد اللي هي البطوله العربيه قبل ايام، يعني على حساب كانت قويه جدا بالمناسبه. طبعا، فبالتاكيد مباراه قويه، وعنده مجموعه من اللعيبه المميزه واصحاب الخبره على راسهم طبعا ياسين الشخاوي نجم منتخب تونس المهاجم، وكمان محمد امين بن عمر لاعب وسط الملعب المميز جدا، واللي اعتقد انه هيكون جاهز للمباراه بعد ما كان في شكوك حوالين اصابته. الناحيه الثانيه، الزمالك بيفتقد لاهم ورقه رابحه في الدوري المصري كله السنه دي، هو فرجاني ساسي طبعا، فطبعا دي مشكله كبيره عند نادي الزمالك. لحد دلوقتي انا شايف ان جروس مش عارف يلاقي لها حل، وان كان هيعتمد النهارده على التامين الدفاعي نسبيا عشان ما يتلقاش اهداف على ملعبه، عشان دي تبقى فيها خطوره كبيره جدا. فاعتقد انه هيلعب بمحمود عبد العزيز مكان فرجاني ساسي، بدل ما كان بيلعب المباريات اللي فاتت بيوسف اوباما مكان فرجاني وبيلعب قدامه بمحمد ابراهيم. اعتقد انه هو النهارده هيرجع محمود عبد العزيز لوسط الملعب جنب طارق حامد، ويبقى قدامهم اوباما عشان يقفل منطقه وسط الملعب، وما يديش السيطره لفريق النجم الساحلي اللي متعود على اللعب في اجواء جماهيريه صعبه جدا. يمكن جماهير النجم جماهير من عاشقه لكره القدم وجماهير متعصبه للغايه لفريقها، فبالتالي مباراه سوسه هتكون صعبه جدا. الزمالك بيحتاج ان هو يفوز على الاقل بثلاث اهداف في مباراه النهارده عشان يبقى حط امل كبير ان هو يتاهل للمباراه النهائيه ويتخطى عقبه النجم الساحلي. الفريق زي ما بقول لك فريق قوي جدا، بيمتلك كل شيء على مستوى الخبرات سواء المدير الفني او اللاعبين، وكمان على مستوى القدرات الفنيه بالنسبه للاعبين مميزين للغايه، وبدنيا كمان يا محمد هم عندهم اطوال كبيره الحقيقه. طبعا، وعندهم كمان هم في ميزه عند النجم الساحلي ان هو لعب مع الهلال السوداني هنا في القاهره وارتاح بعد كده، ما سافرش، ففضل قاعد في القاهره، يعني ما اتحركش عشان يريح نفسه ويدي نفسه براح للاستعداد بشكل كافي. بقاله 5 ايام في القاهره، فمتعود على الاجواء ومتعود على الملاعب المصريه، فده اعتقد ميزه بالنسبه للنجم الساحلي. اتمنى انه ما يستفدش منها، وان الزمالك يقدر يحقق الفوز النهارده ويسعد ال 30,000 مشجع اللي هيكونوا موجودين في استاد برج العرب. ان شاء الله يقدر باذن الله يتخطى العقبه ديت ويتأهل للمباراة النهائية، هو ممثل مصر الوحيد صحيح في البطولات الأفريقية. إن شاء الله بإذن الله ربنا يوفقه ويقدر يكسب البطولة. بشكرك جدا يا محمد، شكرا جزيلا. زميلنا محمد يحيى رئيس القسم الرياضي في جريدة الوطن كان معانا هاتفيا. هنروح